السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كلنا عارفين اوبن اي اي اللي هي مشهورة بشات جي بي تي، لكن هي عندها اكتر من منتج هنبدأ نبص عليهم مع بعض، زائد ان هو عنده اي بي اي بلاتفورم بحيث ان انت تقدر تربط البرنامج بتاعك والموقع بتاعك بالمنتج بتاعهم، بحيث ممكن مثلا تخلي فيه رد اوتوماتيك على زوار الموقع بتاعك من قلب شات جي بي تي. فالموضوع ده من ضمن الحاجات اللي احنا هنبص عليها دلوقتي. طيب اول حاجة طبعا هتلاقيها شات جي بي تي، وده تقدر مثلا تسأله أي سؤال إن هو يبدأ يجاوب عليك، يعملك الحساب بتاعتك. تقدر إن أنت تسأله مثلا يلخص لك كتاب، يلخص لك قصة، حاجة مثيرة جدا. ده الإي ده نظام إن أنت تكتب أي تكست ويحوله لك لصورة بالشكل دوت. تقول له مثلا عايز رأس ده بيركب على حصان، يطلع لك الصورة بالشكل دوت، أكتر من صورة، وكل مرة بتجربه بيجيب لك صورة مختلفة تماما. ممكن تقول له انا عايز صوره مثلا تكون حاجه باسلوب ستايل معين مثلا لنارد فينشي، عايز تلوين، ممكن ترفع له صوره معينه وهو يبدا يشتغل لك عليها. ممكن تقول له تراي ده الاي وتبدا ان انت تجربه. طيب بعد كده بنلاقي ويسبر، ده بتدي له ملف صوت هو يبدا ان هو يحوله لك لتكست. تخيل السرعه، انا ما فهمتش حاجه طبعا من السرعه. This is Micro Machine Man presenting the most midget miniature motorcade of Micro Machine. Each one has dramatic details, terrific trim, precision paint jobs, plus incredible Micro Machine. هو يبدأ ان هو يحاول لك. ده بقى للمبرمجين ان انت تقدر تستعين بال Open AI وتبدأ ان انت تربط موقعك بيه. ممكن تعمل شات، ممكن تخليه تديله حاجة مثلا تقول له اشرح لي البرمجة ديت. دي من ضمن الحاجات الممتازة. الاوبن اي اي طب بتدفع مبلغ بسيط جدا على كل استخدام ليه من خلال الموقع بتاعك او ممكن تطبيق. تمام، ممكن تعمل حاجه مميزه وتلاقي ناس كتير بتيجي عليك، ومثلا ممكن يدفع في الخدمه 1 دولار لكن انت بتدفع له تقريبا 1/100 من الدولار مثلا. الفكره ان انت تلاقي فكره كويسه. تعال شوف الاسعار. بص قد ايه حاجه لا تذكر. المهم تلاقي فكره تكون فعلا تساعد الناس.